العرض اللي انت قايل لي يلا فوزي يا خي انا قايل له خي انت قلت له شو قايل له يا خي ما قايل له هيدا الكلام يعطيك العافيه ما كنت قايل لك انا جبت لي البضاعه انت ما جبت لي البضاعه يا خي وانا ناطرين الزباين شو بعمل طيب على فضل تحكي لي كلمه مين المعروف فضل يا خي انا ما بدي فوت لجوا يعني لازم تفوت لي لجوا يعني هلا كل واحد يعني لازم يفوت لجوا زبون يعني انا ما خي ماني زبون بعتتني خالتي وعمتي لعندك بس بدي احكي كلمة برا مين المعروف؟ فيك تحكيني كلمة برا مين المعروف؟ إذا بتريد كله نفس الكلمة المحل محلك وكل شيء لك احكيني كلمة كيفك؟ معلمي بس سؤال اجت عمتي لوزية لعندك وخالتي فوزية منيح؟ خالتك فوزية وعمتي لوزية اجوا لعندك لوزية عمتي لوزية وخالتي فوزية خالتك اسمها فوزية وعمتك لوزية هلا انت عم تمسخر على خالاتي يعني ولا كيف؟ ما عم بتمسخر بس خالتك اسمها فوزية فوزية وعمتي لوزية والله حلو شو هالاسامي الحلوين اه بتقبرني هلا هن النساء بتاع ايام بالتسعينات سمون هيك ما هن ما كان في اسامي جديدة يعني اصلا مش موضوعي هون موضوعي اتذكرتهم ولا ما تذكرتهم لا والله ما تذكرتهم نعم تفضل شو بتحب فيني شو فيني اخذ هي وحده سمراء فوزيه سمراء اه؟ ولوزيه شقره بسم الله كل النسوان سمر على راسي ما انا عم خبرك لوزيه شقره وفوزيه سمراء اه ماشي تقبرني كنت عامل عرض انت هون صح كلامي مزبوط صح صح تليفون بيطلع معه شو عرض عرض شو بيت حسب اه؟ التليفون في ثلاث عروضات اه بيت اه؟ وثلاث وصلات سامسونج اه؟ ورينج لايت اه كم وصله ثلاث وصلات صح 100% عم تحكي كمل اه. اه. ورينج لايت اه. باور بانك ووصله الراوتر اللي بتوصل اه. على الواي فاي لل اه. اه. طيب انا قلت لها لخالتي فوزيه لما تيجي لعندك اه. هو كلهم بلاهم قلت لها جيبي تليفون محلهم ما هو بسعر تليفون هول بسعر تليفون اه. صح كلامي صح صح كلامي صح كلامك الباور والوصلات وهول هن بسعر تليفون صح. قلت لك خذي هذا العرض تليفون بيطلع لك ما بين له تليفون انا قايل لك نعم انا قايل لك لا انا قلت لك اه. انا قلت لها لخالتي فوزيه اه. هي ايش لعندك قلت لها هي تكرم عينك نحن ولو ما بدل لك اياهم ما اني هو بسعر تليفون انا قلت لها بدل لك اياهم بتليفون ثاني يا تقبرني هي الوصله دي الاغراض الاغراض الباور بانك والوصله اه لا لحظه لحظه باور بانك قد حقه باور بانك 10 دولار لحاله طيب الوصلات قد حقهم الوصلة 25,000 20,000 طيب حسب الباية شو بعد معهم؟ رينج لايت لحالها حقها 10 دولار طيب قد ايه طلعوا كلهم؟ 25 دولار بدي يطلعوا بحق تليفون نعم بحق تليفون 25 دولار بحق تليفون ما انت اللي قلت لها هيك انا قلت لها هيك قلت لها لخالتي فوزية هيك قلت لها اه مثل لوزية قلت لك انا بدي نفس العرض مستحيل تكون غلطان بالمحل انت يا خيي بس سؤال في محل تاني عامل عرض خيي الله يخليك هون هون بالشارع الموسوي في غيرك؟ هون بالشارع الموسى شارع الموسى ما في غيره طيب عال نحن وين موجودين مش بالشياح بلا بالشياح وانا منين جاي ما جاي من المعموره لعندك انت بالمعموره جاي لهون على الشياح خي اه ما خالتي فوزيه ولوزيه ساكنين عم شرفيه اه فوزيه ولوزيه ساكنين عم شرفيه اه قالوا لي بالشياح المحل وبشارع الموسى في غيرك هون عامل عرض لا ما في غيري طب هاي عم بحكيك يا خي انا ما بدي شيء منك انت عم انت لا عم بتصرخ خلينا نفوت لجوا على المحل لا عم بتصرخ قدام العالم ما في فوت لجوا يا خي خي تفضل خلينا نحكي كلمتين جوا لا عم تصرخ قدام العالم انا ما عم صرخ انا كل الخبريه قلت لهم جيبوا ابريتين محلهم اخذين العرض من عندك عرضين اخذين فوزية اخذي عرض انا ما قايل له هذا الكلام ما قايل له هذا الكلام يا حبيبي بس هلا لك في العالم كلها عم تتطلع فينا ايه وين غلط لك لا يا خي ما انا شو عاملين مسكر خي خلينا نحكي جوا عاملين انا عامل لك شيء يا خي خلينا نحكي جوا انا عامل لك شيء شربك فنجان قهوه خليني شربك فنجان قهوه معلم بس سؤال انا عامل لك شيء يا خي ليش عم تعمل هيك خي بطل بدي بيع بطل بدي بيع لا عم تحكينا بطل بدي بيع بطل تعمل عروضات يا خي خلص فول يا خي يا خي ما عم بسال لي انا شو عم بدي بيع ما تبيع يا خي ما تبيع بس انت قلت لي هيدا العرض عامله خيي بطل بدي بيع ما انت قلت لي عامل هذا العرض بدي بيع يا خيي بطل بدي بيع يا خيي بس احكيني كلمه خيي بطل بدي بس كلمه خيي احكيني كلمه بس كلمه احكينا من مكفاه خيي بطل بدي بس ما تبيع ما تبيع يا خيي بطل بدي بيع هذا العرض اللي انت قايل لي اياه لفوزي ولو خيي انا قايل له خيي انت قلت له شو قايل له يا خيي ما قايل له هذا الكلام معلم خيي بطل بدي بيع طب انت كنت معنا برنامج كاميرا خفيه نحن شوفوا تضحك معنا
نحن متفقين نحن وبيك، وين وبيك؟ هي عرب كلمة بس، كلمة لو سمحت، كلمة كلمة. عيط له أبو حسين. خلص خلص. لا لا الله خليك، الله خليك. نحن والله نحن متفقين نحن وبيك. نحن متفقين نحن وياه، بس نحن شوفوا تضحك معنا. هاي الكاميرا لك وينها؟ هذيك الميلة لك وينها؟ هذيك وحدة، وهي وحدة هون لك وينها؟ شفتها وينها؟ بس هذا هو عبراو. يعني ما بده تعصيبة، ما بده تعصيبة هالقد.